هو طبعا بالنسبة للمعرض الفكرة جات من الدكتور حسين عبد الناصير اللي هو مدير متحف الآثار لمكتبة الإسكندرية، بمناسبة الاحتفال بالمئوية بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. طلب مني هو الدكتور جلال الرفاعي ان نعمل معرض عن توت عنخ آمون، فطبعا لجأت لمجموعتي عن توت عنخ آمون وقدرنا نجمع حوالي 100 قطعة و100 صورة بتحكي قصة توت عنخ آمون أو الاكتشاف بتاع توت عنخ آمون، كنوز توت عنخ آمون، تناول الصحافة لاكتشاف توت عنخ آمون، الناس البسيطة اللي اشتغلت، اللي بينقلوا المية، اللي بيحفروا، الزوار، كل ده جمعناه في معرض عشان نقدم حاجة مختلفة. وبصفة خاصة بنعرض لأول مرة طبعا صور خاصة بمعارض توت عنخ آمون من سنة 1962 ل 72 في أمريكا وكندا وفرنسا واليابان. كل ما هو موجود في المعرض من الأرشيف الخاص بتاعي، يعني أنا بجمع بقالي 45 سنة، فطبعا الأرشيف كبير جدا. التكلفة في عمل البراويز وعمل المعرض ذاته، يعني دي حاجات تكفل بها المركز الثقافي الإيطالي، مساهمة منه في المعرض. طبعا هي تكلفة جامدة جدا، وطبعا ده شيء احنا بنقدمه أو أنا بقدمه يعني بكل فخر لمكتبة الإسكندرية الرائدة الثقافية في جمهور في بلدنا. هو طبعا سنة 1967 الدكتور محمد حسن عبد الرحمن اللي كان مدير المتحف المصري كان مصاحب لمعارض توت عنخ آمون في فرنسا، فالدكتور محمد حسن عبد الرحمن قالوا له ان ممكن يتعمل اكس راي على المعدن، وده كان شيء جديد ما اتعملش قبل كده، يعني بنصور الاجساد البشر الحيوانات، انما اكس راي على تابوت ذهبي على ماسك ذهبي، فرحب ان هو يتعمل الاكس راي، وكان في مجموعته الخاصه اللي انا اقتنيتها من حوالي 30 سنة. وطبعا بعد الحديث مع السفير الإيطالي هو رحب بأنه يهدى للمكتبة المكان اللي ممكن يحافظ ويهتم بدوكومنت أو وثيقة مهمة عن توت عنخ آمون. إيطاليا شريك ثقافي كبير بالنسبة لمصر، وطبعا ما ننساش أن مدينة الإسكندرية اللي فيها المعرض كان فيها جالية إيطالية لا تقل عن 50,000 واحد، فبالتالي نقدر نقول أنه الشراكة في اسكندرية وفي القاهرة وفي مصر بصفة عامة، الإيطاليين اعتبروا نفسهم مصريين، وهم لهم بصمات في المعمار والفن وفي كل مجال. المركز الثقافي الإيطالي بيتبنى هذه الفعاليات في اللغة وفي العلاقات الثنائية وفي السينما وفي الفن وفي الآثار بصفة عامة وفي الترميم. مؤتمرات، يعني المؤتمر تلو المؤتمر بيتم في المركز الثقافي الإيطالي وفي مكتبة الإسكندرية تحديدا. هو يعني الناس حبوا يعني كرموني على أساس المساهمة في الأنشطة الثقافية، يعني من تقريبا 30 سنة بنعمل معارض، بنعمل كورسات، بنعمل دراسات للطلبة المصريين في الخارج، تخصصات في مجال ترميم الآثار، 22 مصري ومصرية حصلوا على ماستر ماجستير في ترميم الآثار من جامعة كاتانيا. كلها دي كانت مجهودات يعني حابوا يكافئوني عليها.